بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمود. زي ما احنا شفنا كده، اللي كان شغال معانا ده اسمها السري، او في بالمصري اسمها السري. فكرة عمل السري او طريقة عمل السري او بستخدم السري دي في ايه، ده اللي هنعرفه مع بعض وهنقوله مع بعض دلوقتي. السري دي، طيب نرسم الرسم بتاعتها الاول علشان نبقى فاهمين فكرة عملها، أو لما هنقول فكرة عملها تبقى الدنيا واضحة شوية. اللي احنا شفناه ده الرسم بتاعته بالظبط. أنا عندي دخل الكهرباء اللي هو 220 فولت، هيكون بالشكل ده كده، وعندي الوصلات بتاعتي هتكون بالشكل ده. دي نفس الرسمة اللي احنا او نفس دي الدايره اللي احنا كنا شغالين بها دلوقتي حاليا. هنوضح كل حاجه. هنا هنحط مصباح، هيكون حجمه كبير، وهنا هنحط فيشه او زي ما بنسميها في المصري. المصباح ده واصل مباشر، ودي الكهرباء عندي اللي هي 220. الفكرة اللي احنا بنعملها او فكرة السريع اللي هي ان انا عندي دخل كهرباء، وعندي لمبة، وعندي زي ما قلنا فيش. الفيشة دي فايدتها ان انا لما اقفل الدايرة دي فاللمبة تنور زي ما شفنا مع بعض. طيب ايه اللي انا هستفيده؟ انا لما كنت شغال في بوردة، والبوردة دي فيها شورت او فيها مثلا فيوز، او فيها او البوردة دي كانت فاصلة باور، وانا حبيت اجرب علشان اعرف هل الشورت راح او القفلة بتاعت البوردة دي راحت. فهعمل ايه؟ هستخدم الدايرة اللي احنا شغالين بيها دي، او اللي هي بتسمى السري، اللي هي الفكرة كلها ان هو هوصل الفيش اللي بستخدمها هنا في البريزة دي او الفيشة دي. فمجرد ما هوصل في المذر في البوردة في البوردة بوردة الشاشات أو الشواحن أو الباور سبلاي، مجرد ما هوصل وفي قفلة في البوردة أو الشورت اللي في البوردة لسه ما راحش، وأنا محتاج أعرف أو أعمل تيست، هستخدم السيري. لو الشورت موجود، أول مجرد ما هوصل اللمبة هتنور معايا، فأعرف إن لسه في شورت موجود في البوردة اللي معايا، فبالتالي أرجع أشوف المشكلة في إيه. لو جايالي شاشة وحبيت أعمل عليها تيست او شاحن او باور سبلاي، كله ده ما ينفعش اشتغل من غير السريع او من غير الدايره اللي احنا شايفينها معانا. مكونات الدايره دي هنشوفها مع بعض وهنعملها مع بعض دول. اول حاجه بجيب قاعده خشب مثلا تكون معزوله، اللي هحط عليها السيريا بتاعتي بحيث ان هي تبقى معزوله عن اي شغل انا بشتغل عليه. ينفع اعملها في البنك اللي انا بشتغل عليه، او في الترابيزه اللي بشتغل عليها، او في اي مكان، بس انا بفضل ان هي تكون حاجه معزوله تبقى دايره لوحدي. يبقى اول حاجه حاجه معزوله. تاني حاجه هجيب كابل كهرباء، ويفضل ان هو يكون من نوع محمل. الكابل بتاعي محمل علشان يستحمل كهرباء جامدة، لأن احنا هنشتغل على الكهرباء المباشر اللي هي 220. هجيب كمان الفيشة بتاعتي، ممكن استخدم النوع ده أو النوع ده. النوع ده بيركب من بره، النوع ده بيتحفر ليه في الخشب اللي معايا أو المكان اللي أنا هحط فيه، فاستخدم دي أو دي، أي واحدة فيهم تبقى مريحة في شغلها. تاني حاجة معانا هستخدم اللي هي الدواية دي بتاعت اللمبة، اللي هركب فيها اللمبة اللي معايا. معايا اللمبة اللي هشتغل بيها، يفضل ان هي تكون لمبة كبيرة بالحجم ده ومن النوع ده علشان دي تبقى سريعة في التست معايا، ودي ما تبص على طول، فبالتالي هتعيش معايا فترة أطول. كابل الكهرباء كمان هوصل بيه. المسامير اللي هثبت بيها برضو مسامير هثبت بيها كابلات الكهرباء.
العدة اللي هشتغل بيها، مسمار أثبت بيه الخشبة في البنك أو في الحيطة أو أيا كان. اللي هنبدأ دلوقتي مع بعض، أول حاجة هنبدأ بيها إن إحنا هنوصل الفيشة دي، هنوصل دي الأول، هنوصل فيها الكابل معانا، هيكون مقطوع بالطريقة دي كده، جنب صغير وجنب كبير. طبعا الجنب الصغير ده اللي هيبقى واصل على طول في هنا، والجنب الكبير هيوصل في دي، علشان قفلة الدايرة هتكون من الجنب ده. نركب ده الأول كده مع بعض. ده أول جنب ثبتناه. الكابل اللي معانا التاني ده، أو الواير التاني ده، اللي هو هناخد الطرف التاني اللي هنقفل بيه الدايرة، دايرة بسيطة جدا، طبعا أي حد هيبقى سهل إن هو يعملها. يبقى ده الجنب الأولاني اللي احنا هنشتغل عليه. احاول ابعد دول كده علشان يكونوا قريبين من بعض. يبقى كده خلصنا الجنب الأولاني، ممكن نثبته. يكون ثابت معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده كده. تمام، يبقى كده احنا ثبتنا الجنب الاولاني. هنيجي على الجنب التاني، سواء هنستخدم دي او هنستخدم دي، وهنعمل اللي هو هنوصل الطرفين التانيين. طبعا توصيل الأدوات دي كلها سهل جدا، مش محتاج خبرة ولا محتاج فنيات كتير، بس أهم حاجة إنك أنت تستخدم أدوات أصلية، تستخدم كابل كهرباء يكون محمل بحيث إن هو يستحمل معاك الشغل. أنت تشتغل على كهرباء 220. أوصل الجنب التاني، يبقى انا كده وصلت دول. احنا نسينا حاجة، المفروض ان احنا هندخل دول من هنا بالشكل ده كده. المفروض ان احنا هنثبت دي الاول، الخشبة اللي معانا
بس في واحد وقت كده ونثبت التاني بعدين. كده احنا ثبتنا الطرفين دول. طبعا احنا لو بصينا على الدايرة كده فالجنب ده هيبقى مقفول لما نوصل اللمبة، الجنب ده اللي هو مفتوح. تمام، ركب دي مكانها. يبقى كده احنا انتهينا من تركيب الدايرة بتاعتنا، والدايرة كده جاهزة على الشغل. هنركب اللمبة دي آخر حاجة. ودي هتثبت في أي مكان في ورشة الشغل. هيبقى باقي علينا إن احنا هنثبت المسامير زي ما احنا مش السلك بتاع الكهرباء زي ما احنا مش شايفين كده علشان ما يتحركش. طيب ده هنثبتها، انا محتاجة شاكوش او حاجة اشتغل بيها. طيب احنا كده اللي احنا عملناه، ادي مدخل الكهرباء اللي هو يعتبر 220، وادي اللمبة اللي هعمل بيها التيست، وادي الفيشة اللي انا هشتغل بيها. يبقى احنا كده مجرد ما هنعمل القفلة دي فاحنا قفلنا الدايرة اللي احنا رسمناها مع بعض. ادي مدخل الكهرباء 220 معايا، وادي اللمبة اللي هي هتعمل لي التيست، وادي الفيشة اللي هي مجرد ما اقفل عليها فانا كده قفلت الدايرة فاللمبة معايا هتنور. وبكده يكون عرفنا طريقة عمل السريع. واتمنى اذا الفيديو عجبك ما تنسى تضغط لايك، ونشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.